موجز أخبار الثالثة من يو تي في، أهلا بكم. في أول كلمة له بعد تسنمه كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، دعا رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني دول الجوار إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ونبذ الحروب والعدوان من أجل أن يكون العراق نقطة التقاء بين أشقائه، كما أكد على عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة بما يعزز المصالح العليا لشعبنا ومكانته وحقوقه في أرضه ومياهه وسمائه، لإقامة أنجح العلاقات ونبذ الحروب والعدوان، وأن يكون العراق نقطة التقاء بين أشقائه وأصدقائه، ولن نسمح باستخدام أراضيه ساحة للاعتداء على الآخرين. كما قال رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني إنه لن يسمح بالإقصاء والتهميش، مشيرا إلى أن محاربة الفساد ستكون في مقدمة أولويات الحكومة. لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياستنا، فالخلافات صدعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيرا من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار. سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزر القوى السياسية بترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة. رئيس الوزراء المكلف تعهد بالعمل على إجراء انتخابات محلية ونيابية في ظل نظام انتخابي يطمئن المتنافسين، متعهدا بإجراء حوار حقيقي مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية. سنسعى لإجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين. أعلن الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته، بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وشطب خطاب الكراهية. وعن انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنغير غاني إنه يوم عراقي بامتياز من دون تدخلات خارجية للمرة الأولى. وأضاف رجاني في تغريدة أنه بغض النظر عن المواقف تجاه الأشخاص ومن شخص مطلع على تفاصيل التفاصيل، فإنها أول مرة لم تنفع فيها كل التدخلات الخارجية والعوامل الأخرى في زحزحة مواقف الكتل والنواب. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده كانت وما زالت داعمة للعملية السياسية في العراق. وفي بيان رئاسي بارك رئيسي لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وفيما أعرب عن أمله بسير حكومة بغداد نحو تطوير البلاد وازدهارها، أكد أن الجمهورية الإسلامية تتطلع إلى مزيد من نمو العلاقات مع العراق، متعهدا في الوقت نفسه ببذل مساعيها لتحسين التعاون بين البلدين. أيضا رحبت الإدارة الأمريكية بانتهاء الجمود السياسي بعد اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق وتكليف محمد الشيع السوداني بمنصب رئاسة الوزراء. المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس حث في بيان حث القادة السياسيين الذين يشكلون الحكومة الجديدة على مراعاة إرادة العراقيين، مؤكدا التزام بلاده بالشراكة مع حكومة العراق للنهوض بالأولويات المشتركة العديدة والتعاون القوي بين البلدين. ودعت واشنطن الأطراف السياسية إلى تجنب العنف وحل الخلافات وديا وسلميا. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.